اليوم شاب ويانا خارج العراق، حنتصل به عبر برنامج السكايب. شاب طموح حقق نجاحا كبيرا في دولة فنلندا، واختاروه من أفضل 10 طباخين. واليوم نستقبل وياكم الشيف حيدر. طبعا حقق نجاحا كبيرا، وأكيد هذا فخر للعراق، نفتخر بهيك الشاب يحقق نجاح خارج بلدنا. نروح وياكم نشوف الفيديوهات وراجعي لكم. إذن مشاهدينا الكرام، ويانا الشيف حيدر من فنلندا. يا أهلا وسهلا حيدر، شلونك؟ السلام عليكم، شو أخبارك؟ عليكم السلام. إن شاء الله بخير. نورتنا حيدر، بدول عينك. شلونك حيدر؟ نورك حبيبي. جوعتنا يا حيدر، جوعتنا والكادر كله جاع. الحمد لله. خير الحمد لله. زين انت جوعدنا، طلعوا لنا هالفيديوهات، يعني ما يصير هيك، حرام يعني، سجعنا احنا جوع. هواي عالم الطبل، هواي عالم الطبل تقول لي حرام عليك انت تجوعنا، انت جاي تأذينا بهاي الطبق الجميل، الطبق الراقي. انا الحقيقه جاي اقدم خدمه بسيطة، يعني شلون مثل ما اقول لكم الاهالينا بالعراق، طبق حلو جميل وبسيط ويقدر كل عائلة تقدر تسويها وتقدر تستمتع بها. نعم. حيدر، من وين تعلمت الطبخ؟ والله صراحة تعلمته هنا في لندن. أول ما جيت هنا واجه صعوبات، طبيت مدرسة الطبخ. صراحة طبيت من الصفر. نعم. بعدين تعلمت شوي 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 لحد ما صرت طباخ جيد وطباخ محترف بالمدرسة. بعدين شوي شوي قدرت احصل عن فرصة عمل، وقدرت ان اكسب، يعني شلون مثل ما اقول، اكسب جماهير بسيطة على قد حالي. زين حيدر، الاكل انت تسويه بدهون هواي لو اكل دايت؟ والله اكو اكلات اسويها بها الدهون، اكو اكلات لا، يعني اكو اكلات تخلي زيت الزيتون. انا مستغرب، اكو عندي كم شاب او ايش كم بنيه طب تقول لي زيت الزيتون زيت مضر للصحه. زيت الزيتون من الزيوت الصحيه. نعم، عرفت شلون؟ نعم. زين حيدر، الاكلات بما انه انت الشيف، افضل اكله انت تحبها؟ افضل اكله انا احبها، انا احب الاكل الاكل يعني هو كل الاكل طيب، يعني قصدك الغربي لو الشرقي؟ لا الشرقي. الشرقي انا احب الدولمه. دولمه الثريد، ما تحب الثريد؟ احب الدولمه. حيدر، حيدر انت متزوج لو لا؟ انا متزوج الحمد لله. هنيال هالمرتك، يعني ما تشوف المطبخ مرتك واكل فوقها طيب؟ لا لا، امي يطبخون، انا اكثر شيء انا بالمطعم صراحه، بالمطعم احنا نطبخ. نعم. واحنا ناكل، فما عندنا مجال. نعم. نرجع تعبانين واللي في راسنا وننام. يعني زوجتك شيف وياك بالمطعم؟ لا زوجتي لا مو شيف. لا زين، زوجتك من تطبخ هم تعلق على الطبخ مالته بما انه انت شيف لازم تعلق، باعتبارك رجال عراقي، كل رجال عراقي يعلق على طبخ مرته. نعم. لازم يعلق. طبعا اي. نعم. مرات اعلق، مرات ما يعجبني الوضع. زين ليش يعني تعلق على شنو؟ يعني على ملوحه مثلا، على طبخ يعني انت ما يعجبك الاكله اللي انت تاكلها تعلق عليها؟ لا، احنا العراقيين نحب. نعم. الحموضه هوايه والملوحه هوايه. نعم. فانا نعم. تعلمت على الاكل الاوروبي، الاكل الاوروبي ما بيه ملوحه هوايه. نعم. الله ما بيها لا ملوحه ولا حموضه، يعني هي الاكل الاوروبي. نعم. يعني تتكون من ملوحه وحموضه وحلا، يعني هيك تتكون من. نعم. هيك شيء. نعم. حيدر، شنو بصفتك شيف طبعا، شنو النصيحه منك للناس اللي عندهم مشاكل صحيه؟ اكيد شنو تنصحهم على مود يحافظون على صحتهم، وشنو ياكلون، شلون تكون مقادير اكلهم؟
طبعا انا بالبدايه انا اريد انزل قناه، يعني شلون مقطع فيديو انا انصح العالم. اكو هواي شباب عندنا هنا عراقيين بالعراق ما يلتزم يعني بالدهون وما يلتزم الأكلة الصحية. إذا تتكون لازم تتكون من خضار، نعم لازم تتكون من دهون قليلة، نعم زين، وخبز، يعني هذين الثلاث شغلات لازم تتكون. لما تأكل من هذني تسهل يعني عملية الهضم وتساعدك على يعني شلون تماشي حياتك اليومية. نعم عرفت شلون؟ على مدة لا صار عندنا دوخة. أكثر العراقيين يشوفهم عمرهم 50 سنة ويتعب صح. صحيا نعم صح نعم. يتعب صحيا أكله ما بلتزم. أقول نعم. أنا كله من الغذاء، نعم أنا هذا أقول كله من الغذاء، هذا من الغذاء. الغذاء مو صحيح، زين، لازم باليوم أكل أني على الأقل 4 وجبات. نعم. إحنا بالعراق نأكل 3 وجبات، هذا مو وجبتين. نعم. بس 3 وجبات تكون مضرة للصحة، يعني مو صحية للجسم. صحيح صحيح، مضرة للصحة. نعم. مو زينة للصحة. نعم. مثل من ندخل بجيم يقولون أكلوا 5 وجبات أو 6 وجبات صحية أحسن ما تأكلون وجبة واحدة دسمة. واحدة صحيح. العراقية صحيح. تعرفنا يعني إذا مو برياني وبندولمة. اي اذا مو برياني ودورنا وكعالم الطب تقول لي انت تخلي كوما زيت زيتون. نعم، هو زيت الزيتون صحي؟ ايه هو صحي بس نعم. مو بكثره. نعم. حيدر حيدر بصفتك شيف، شلون نقدر نحافظ على اجسامنا وعلى اوزاننا الطبيعيه والصحيه؟ والله الصراحه لازم تاكل اكل صحي، لازم تمارس الرياضه اليوميه على الاقل نص ساعه لو ساعه، لازم تشرب المي. زين حيدر، اكو اكله خاصه بيك يعني اكتشفتها او انه انت تحبها او ابتكرتها انت من عندك خليتها خاصه بيك؟ نعم، يعني انت سويتها وابتكرتها او جت ببالك سويت الاكله وحبيتها. الاكله اللي ابتكرتها من يم اللي حبيتها وسويتها للفنلنديين، سويتها المطعم الفنلندي كتبها حيدر فلافل، يعني كتبها باسمي حيدر فلافل بالمنيو يعني باسمك الان. هذا الشيء كلش حلو، سويتها فلافل باللهانه الحمراء. زين شنو مكوناتها؟ مكوناتها شنو؟ شنو هي كانت مكوناتها؟ مكوناتها هي الفلافل العاديه. فلافل فلافل ما سمعت. نعم فلافل، ايه فلافل. هنا الفنلنديين يحبون الاوروبيين بصوره عامه يحبون الفلافل. نعم اكيد. اي نعم. طبعا احنا جماعتنا يقول لك الفلافل ما بيها بروتينات، فلافل بيها نسبه بروتينات كلش عاليه. نعم. زين تقدر حتى تسويها وتخليها بالفرن وتشويها بدون دهون هاي. حلو. وتاكلها بيها بروتينات كلش عاليه. تكون صحيه. زين. نعم. تكون صحيه، تكون نعم. صحيه، اي نعم. انا حبيبي. لا كمل كمل. أنا اللي سويتها شوية حدثتها، سويتها باللهانة الحمراء. نعم. فالعالم عجبتهم، سويتها بشيء حلو. قصيت التورتيلا، عندي مقطع فيديو على الانستغرام بس قليل كلش قليل. حيدوري شنو المطبخ العفوي اللي هناك عليه إقبال؟ عفوا، المطبخ اللي عليه إقبال هو المطبخ التركي، العراقي، الإيراني، الخليجي، الصيني، التركي، الإيطالي. شنو اللي عليه اقبال اكثر؟ الايطالي طبعا. الايطالي، شنو السبب اللي يخلي الايطالي يكون مميز وعليه طلب اكثر؟ اكله بسيط وبنفس الوقت طيب، وبنفس الوقت يعني شلون اقول لك مناسب يعني سعره مناسب. حيدر دا اشوفك انت بالمطبخ ولابس زي الطبخ، زين شنو هذا مود او جاي تسوي اكله؟ اذا دا تسوي اكله خلينا نشوفها جوعانين. لا انا راح اسوي لكم اكله بسيطه. نعم. شلون هالناس يقولون خفايف زين. خفايف الليل، خفايف الليل، يلا نشوف. اي انا ما هنا عندي هنا نعم جبن موزاريلا،
نعم هاي شنو هي؟ عندي هنا زيتون. نعم لبن. وعندي هنا زيتون. زيتون نعم. اي وعندي هنا طماطه. طماطه من هذان الصغار. كرزيه كرزيه نعم. اي وعندي هنا ريحان. اي نعم. راح اسوي لكم اياها شلون على شكل ايطالي على يعني على طبق ايطالي. يعني شو اسمها هاي؟ سلطه؟ هاي مثل ما يقولون خفايف، هي مثل السلطه. سلطه بس نعم. تنوكل يعني شلون مثلا شلون تحصلك الجوع تالي الليل تسوي لك. بلش خلينا نشوف هاي. بلش لان احنا نريد نشوف ومستعجلين نريد نشوف السلطه. نعم. بس راح اوجه لك الكاميرا، راح اوجه لك الكاميرا. هذا شوف. اي شوف. وراح اضيف لها التين. هاي التين وياها. هذا التين. ايه تين راح اضيف لك اياها. نعم. ضفت الريحان هنا. يلا اليوم اسويها من نرجع. ايه والطماطه هنا هسه راح اشوفها على شكل علم ايطالي. نعم. ها. والجبن الموزاريلا خليها هنا. نعم. والزيتون انت شلون تحبين تخليه. طبعا اكله بسيطه واكله خفيفه. زين هاي شو اسمها؟ شو اسمها؟ بس سلطه؟ لو لها اسم. لا هاي ما لها اسم، هي بس سلطه يعني. طبعا لا انا ابيها انا ابيها سلطه مو اكله، سلطه هاي. نعم. السلطه اي تعتبر شلون السلطه. زين. وعندي هنا التين. اقصصها بهيش الشكل، انا مطلطه جماليه. للطبق. للطبق. واو بعد شكلها كلش حلو، الالوان كلش حلوه. ايه طبعا شيء سريع وشيء كلش راقي وتقدرين تاكليها وتنامين مرتاحه. والله حيدر اريد اقول لك شغله. حيدر والله انا هاي الاكله ما تنضب، يعني انا اذا مو ثريد وتمن وكنتاكي والبيتزا زينه يعني تعرف احنا العراقيين. صحيح صحيح بس لا لازم شويه شويه. ها انا هم شنت ما اقدر. هذا شنو هذا الصوص اللي يتخلى. نعم. ويا شو اسمه ويا السوشي يتخلى. سوشي نعم. اي يعطي طعم شلون دبس الرمان. سوشي نعم. اي هذا يتخلى هيجي اعني يتخلى هيجي. نعم. وعندي هنا نز. عندي هنا خل العنب. خل العنب شوية. نعم. اي خل العنب. عندي هنا بخاخ وشوية ملح. لا تخلي هواي ملح، خلي فاضي. خاف يصعد الضغط مالاي. لا ما وهذا طبق خفيف وحلو. عاشت ايدك عاشت ايدك. زين كلش حلوة يعني انت الالوان. زين حيدر تقدر تاكله؟ تقدر تاكله؟ خلينا نشوف طعمه طيب لولا. بالنيابه تبعث القناه الكادر كله دايبه على السلطه. ها؟ الكادر كله دايبه على السلطه. بصراحه انا هسه ذوقه قدامكم. الف عافيه بعد الف عافيه. تقدر تدز لنا اياها هذا حيدر؟ ها حلو. هي تنوك هيك تخليها هيك وشوية تخليها. أنا راح مو شوية راح أخلي لها وايد. نعم. زين عيني تقدري تاكليها هيك. وألف عافية. ألف عافية حيدر حبيبي. الله يعافيك حبيبي. هلا ايش فينا صافنين؟ أنا نسيت طبيت بالمود ويا طبعا طبق خفيف. حيدر حيدر الف عافيه. حيدر تعرف تسوي اكلات شعبيه عراقيه؟ اقدر اسوي اكلات بس تطول تاخذ لها وقت. مثل شنو يعني تحب انت تسويها دائما اكله عراقيه او تعرف لها؟ يعني انا سويت الدولمه. زين وسويت الشعب العراقي هسه كل شيء يعرف. زين الشعب العراقي هسه كل شيء يعرف يطبخ. هسه يريد يدور شيء جديد. احنا انا هسه صار لي تقريبا 6 سنين مطعم للعراق، يقولون اكو مطاعم جديده واكو مطاعم راقيه مفتحه واطباق جديده واطباق هاي. ف
صراحة أنا حبيت هذا الشيء، بدأ أكو تطور بالعراق. يعني هواي هواي أكو عالم يطبولي على إنستغرام، يطبون يعجبهم الأطباق. أنا بالبداية صراحة أنا أبوني ما يعجبني، بس بعدين العالم استقبلت هذا الشيء، مستقبلة هذا الشيء، يعني شيء حلو فرحني. زين حيدوري، ليش دائما الفاصوليا والباميه يقولون من نتبات اطيب؟ كل ما اريد اكل امي تقول لي عفوا عفوا بالثلاجه، من نتبات باكر. زين احنا الاكل لا يا ريت باكر، قال يومين ثلاث ايام. الاكل يعني الصحي المفروض يكون هو حار وهستوى طالع مثل ما يقولون من الفرن او من المطبخ، طازج يكون. اي طازج، الاكل الصحي صحيح هيك، بس تقدر انت تخليه بالثلاجه وتحميه وتاكله. اذا حميته مره ثانيه واكلته يعني ثلاث مرات تحميه، هذا مو زين، لازم الاكل يتحمى بس مرتين. نعم. الاكل اذا تريده صحي ومو مضر للصحه لازم بس مرتين يتحمى وينوكل. انا 13 مره متحمي. انا اخلي فور يعطب يلا واخره من الطباخ. لا ما يصير. حيدر انت مع مقوله اخبرني ماذا تاكل اخبرك ما بجسمك. شلون؟ اكو مقولة تقول دائما يقولها الشيف، يقولون اخبرني ماذا تاكل اخبرك ما بجسمك، ماذا بداخل جسمك. صحيحة هذه؟ ما انا صراحة ما سامع المثل هذا. زين زين حيدر راح العبك تختار شخص ونشوف نسبة الحب بينك وبينه، يا شخص راح تختاره. ماشي. شخص تختاره من هو؟ اسمه يعني بداخلي لو اقول لا شخص. تقول لنا اسمه او حرف من اسمه. ها حيدر حرد؟ احس هو قاعدين بقلبه. حيدر تريد حرف لو يعني حرف اسم بكيفك؟ حرف اسم كيفك انت؟ هنا هنا؟ هنا من هي هاي هنا؟ هاي والدتي. ها تحياتي الله يحفظها والدتك. يلا نشوف حيدر ايش قد يحب والدته، نشوف نسبة الحب بينه وبينها. 80 حيدر تحب والدتك، نشوف والدتك ايش قد تحبك. يلا تسعة وتسعين ما شاء الله على الحب، ربي يحفظها لك ويديمها لك. طبعا الصراحة انا احبها. هي مو 80 مية شوية مية. اكثر، هي تحبني اكثر من ما انا احبها. طبعا نعم. الوالدة تحب اكيد. نعم تحب ابنها اكثر من ما هو يحبها. زيادة. زين حيدر اهلك يمك في فنلندا لو بالعراق؟ لا والله بالعراق، صار لي تقريبا 6 سنين ما شايف. 6 سنين؟ زين هم لك زياره للعراق؟ ان شاء الله ان شاء الله حتى نطمع بيك. اكيد حيدر اليوم نورت برنامج ليالينا، يا رب نشوفك احسن شيف بالوطن العربي، وتحيات الكادر اللي جوعتهم كلهم لك. تحياتي لك وتحياتي لاخوي وتحياتي للمخرج. نعم نورتنا وجوعتنا هواي حبيبي. شكرا لك حيدر، شكرا لوجودك ويانا بالبرنامج. شكرا لك حيدر، شكرا لك.